فيديو جديد ورسمة جديدة ما بين تونس والدنمارك، مباراة قوية جدا. عايز اعرف رأيكم مين هيكسب، تتوقعوا مين هيكسب وكام كام؟ مستني رأيكم في الكومنتات، واللي هيرسم الرسمة يروح على الانستجرام او على الفيسبوك، الرابط موجودة في صندوق الوصف، يروح يبعت لي رسمة ويعمل لي منشن وهشوفها وهرد عليكم كلكم. جاهزين؟ يلا بينا. فيديو جديد ورسمة جديدة ومباراة جديدة، رسمة جميلة قوي. هنرسم علم تونس وعلم الدنمارك، رسمة جميلة قوي. طبعا اللي هيرسم الرسمة يروح يبعتها لي على الانستجرام او على الفيسبوك، الرابط موجودة في صندوق الوصف، او يعمل لي منشن في بوست عنده، ينزل بوست ويعمل لي منشن فيه، او يحط ستوري ويعمل لي منشن، وبرضو هشوف الرسمة وهقول لكم على اخطاء بسيطة كده تعدلوها، هيحسن رسوماتكو وهيطور رسوماتكو اكتر واكتر. زي ما انتم شايفين عملنا شكل مستطيلين، مستطيلين عادي جدا مستقيمين ما فيش اي مشكلة، عشان طبعا نحط العلمين، علم على ناحية اليمين وعلم على ناحية الشمال. فبالطريقة دي كده احنا عملنا مستطيلين. هنيجي بقى نعمل شكل العلم. طبعا العلم اللي ناحية اليمين هنبدأ بيه، هنعمل طبعا شكل علم تونس عبارة عن دايرة كده، والدايرة دي هيكون جواها الهلال، او نعمل شكل هلال، والهلال ده على طرفه كده هيبقى فيه كمان نجمة. طبعا الهلال والنجمة هيكون باللون الاحمر، حوالين الدايرة هيكون باللون الاحمر عشان نعمل شكل علم تونس. طبعا عايز اعرف توقعاتكم المباراة هتخلص كام كام، فاكتبوا تحت في الكومنتات، واللي هيجاوب صح هيبقى ليه كده جايزة. فاكتبوا في الكومنتات توقعاتكم النتيجة تخلص كام كام والمين. طبعا خلصنا مباراة السعودية والارجنتين، كانت مباراة حلوة جدا. داخلين كمان دلوقتي على، يعني بعد شوية كده هيبقى فيه مباراة فرنسا واستراليا، طبعا في المكسيك، ولكن المكسيك وبولندا دي مش عامل لها فيديو. انا زي ما قلت لكم بحاول اعمل لكم ماتشات العرب وماتشات المهمه، ماتشات العرب والماتشات المهمه. فبعد المباراه بتاعه تونس والدنمارك هيكون عندنا مباراه فرنسا واستراليا، فهيبقى انزل لكم فيديو عنها. فعشان كده محتاج اعرف رايكم دلوقتي على تونس والدنمارك بسرعه كده قبل بدايه المباراه. اكتبوا على طول الكومنتات رايكم هيخلص المباراه كام كام. في ناس توقعت صح في مباراه قطر و قطر والاكوادور، وفي ناس توقعت صح في مباراه الارجنتين والسعوديه، وفي ناس توقعت صح في مباراه امبارح، مباريات كتير قوي لعبنا هولندا والسنغال، وفي مباريات حلوة جدا جدا، وفي مباريات جاية قوية. فانتظروا بقى السلسلة الجميلة اللي احنا بنعملها دي، الدول ضد بعض وفي اسم بينهم، ونشوف مين اللي هيكسب. ده غير طبعا ان احنا مستمرين في رسم المواضيع بتاعة المسابقات بتاعتكو، مواضيع الواجبات المدرسية، رسم ايام وطنية، اي مناسبات هتلاقوني بعمل لكم عليها فيديوهات. بحاول اجيب لكم على كل موضوع اكتر من رسم عشان تختاروا زي ما انتوا عاوزين. يعني لما يبقى عندكم اكتر من فكرة عن الموضوع الواحد ده هيديكم فرصة ان انتوا تختاروا الاحلى بالنسبة لكم والاسهل بالنسبة لكم. فعشان كده بحاول اعمل لكم كذا رسمة عن الموضوع الواحد. زي ما انتوا شايفين بلون باللون الاحمر علم الدنمارك، طبعا بلون كل حاجة ما عدا الخطوط اللي احنا عملناها. طبعا عملنا خط بالطول وخط تاني بالعرض، طبعا الخطوط دي بسيطة جدا هنسيبها بالابيض عشان نعمل شكل علم الدنمارك، ونلون الباقي بالاحمر. بالنسبة للالوان فانا بستخدم الوان فلوماستر، تقدروا تستخدموا الوان خشب، تقدروا تستخدموا الوان مائي، الوان زيت، الوان اكريليك، الوان جواش، اي نوع الوان تحبوها، لكن انا بستخدم الالوان الفلوماستر لانها بتكون بسيطة للمبتدئين، تملى مساحة اكبر، يعني هتختصر لكم الوقت اكتر من الالوان الخشب. ولكن الالوان الخشب ميزتها ان انتوا تقدروا تغمقوا في اماكن وتفتحوا في اماكن تانية، ولكن الفلوماستر انتوا مش بتحكموا، الخشب تتحكموا، تقدروا تحكموا ان انا اخفف ايدي واتقل ايدي في حتة، لكن الفلوماستر صعب، صعب ان انتوا تتحكموا في انكم تغمقوا وتفتحوا اللون. زي ما انتم شايفين ماشيين المربع الاخير اللي تحت على اليمين ده هنعمله باللون الاحمر بالطريقة دي زي ما انتم شايفين. طبعا رسمة جميلة جدا جدا. معروف طبعا علم الدنمارك علم تونس، وطبعا علم تونس من احلى الالوان.
دلوقتي بقى نخش على مرحلة تلوين علم تونس. فبلون برضو علم تونس باللون الأحمر، بنلون حواليه الدايرة. طبعا الدايرة ما تكونش باللون الأحمر، الدايرة تكون باللون الأبيض. بنلون حواليها باللون الأحمر، وبنلون الهلال باللون الأحمر والنجمة باللون الأحمر. فبيبقى الرسمة كلها باللون الأحمر، ما عدا طبعا الدايرة البيضة اللي في نص الرسمة. الرسمة جميلة طبعا، العلمين اللون أحمر. يعني احنا بصوا العلمين، الرسمة كاملة عملناها باللون أحمر، بس بلون واحد بس هو اللون الأحمر. فالرسمة جميلة قوي وسهلة، الأعلام مش صعبة، خلي بالكوا الأعلام مش صعبة. حتى الأعلام الصعبة زي مثلا علم الدنمارك، مثلا علم استراليا، ده احنا هنعمله هينزل لكم النهاردة. علم استراليا من أصعب برضو الأعلام، فطبعا مش زي علم الدنمارك ولكن صعب برضو. فسهلناه لكم جدا جدا جدا. يعني انتوا لو ضغطوا على الحرف الاي اللي فوق على الشمال، او المزيد من محتوى درغام ارت، تقريبا دلوقتي بقت في تحديث اليوتيوب الجديد بقى اسمها المزيد من محتوى درغام ارت، فهتلاقوا جايب لكم الفيديو بتاع قطر والدنمارك، او قطر والاكوادور عفوا. فعلم الاكوادور من اصعب الاعلام، فانتوا لما تخشوا على فيديو قطر والاكوادور على القناة هتلاقوا علم الاكوادور بسيط جدا، بسطناه بطريقة جميلة قوي قوي قوي. زي ما انتم شايفين لونا باللون الاحمر اهو علم تونس، بنلونه كده واحدة واحدة زي ما قلت لكم. وبقول لكم كل فيديو الالوان في الماستر، بس وحشة في ان هي بتغمق اللون. يعني لو انت على منطقة واحدة اكتر من مرتين فاللون بيبقى غامق قوي، كل ما بنلون اكتر كل ما اللون بيبقى اغمق اكتر، فعشان كده بيبقى الموضوع مش احسن حاجة في الالوان الفلماستر. فده كان فيديو النهاردة ورسمة النهاردة. مستني منكم اللايك والاشتراك الجميل عشان نوصل 12000 في اسرع وقت، والكومنت الاجمل. ودي كانت رسمة النهاردة، ده كان فيديو النهاردة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. مستني اشوف تطبيقاتكم على الرسمة في صندوق الوصف، هتلاقوا موجود الانستجرام والفيسبوك، خشوا وبعتوا الرسومات واقول لكم لو فيها اخطاء، وهنشجعكم وهشير رسوماتكم. فاشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامة.